عايزه بس قبل ما تنتهي الحلقه ان احنا الـ 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 المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الموضوع دوت، ممكن بعد اذنكم اشوف ايشلون سباي ساتلايت، في فيديو اسمه ايشلون سباي ساتلايت. عايزه قبل ما نكمل موضوع اللي احنا عشان حطوا يا اميره ما انا هتكلم لا تنزل اسم الصفحه بس يا اميره نزليها على الشاشه عشان الاستاذ محمد مجدي عشان بس ده سؤال خلصنا منه. طب ممكن الفيديو اللي هو بتاع ايشلون سباي ساتلايت، منظومه ايشلون دي بقى اللي احنا قلنا كل الكلام ده بيصب في منظومه ايشلون. منظومه ايشلون دي اللي هي اسمها العين التي تراقب العالم. كل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتصب في حاجه اسمها منظومه، انا يعني هتكلم والفيديو شغال عشان في كذا فيديو خاص بايشلون، بتصب في منظومه ايشلون. منظومه ايشلون دي تم الاتفاق عليها بين في الاول من سنه 47 بين امريكا وبريطانيا، مخابرات الامريكيه ومخابرات البريطانيه، وبعدين على مدى سنوات ابتدى بقى دخله استراليا نيوزيلندا كندا، بعد سنوات ابتدت تدخل المانيا، ابتدت تدخل كذا منظومه هنشوفها دلوقتي دي موجوده، وحدات تجسس عاليه جدا في كل بقى في كل اللي هي البلدان الرئيسيه دي بتراقب العالم وبتاخد كل معلومات الاقمار الصناعيه التجسسيه واجهزه المخابرات اللي هي في الأرض. اللي هي على الارض دي بقى اللي بتجمع كل دوت توديه لمنظومه ايشلون او العين التي تراقب العالم. زائد ان منظومة ايشلون داخلها نظام وعي المعلومات، وهي اللي على فكرة اللي هي واخدة برضو الهرم واللي فيه العين، العين التي هم واخدين برضو نفس المسمى اللي محطوط على الدولار اللي هو بتاع العين التي تراقب العالم. دي بتدخل عارفة كل منظومة البنوك، ها دي عندها قدرة على اختراق في حاجة اسمها التفريغ المادي اللي هو كل ما يمر عبر سلك، سواء الياف ضوئيه سواء تليفونات ارضيه سواء كل ما يمر كل ما سلك يعني دي اللي هو ايه تفريغ المادي، اعتراض اشارات الاقمار الصناعيه بانواعها سواء الانترنت بالكامل، الاتصالات اللي عن طريق الاقمار الصناعيه، كل الحاجات ده، اعتراض موجات الميكروويف بجميعها، الفاكسات على فكره، الفاكسات والبرينترز بقت تعمل كوسائل تجسس، كل ده على فكره بقى فيها منظومه بترسل كل ما يتم فيها الـ يعني انا بعت الفاكس وفاهم ان انا الفاكسات بتدخل على مساحات ضوئيه. هنا بقى بيقول لك ايه ايشلون موجود متفق عليه من 47 لكن تم انشاؤه بالمنظومه الحاليه ابتداء من 69، لكن ما حدش كان عارف عنه اي حاجه الا لما اتكشف في الكونجرس في حرب العراق ان هم جابوا تسجيلات وتصوير ثلاثي الابعاد لناس من جوه، وهم اللي داخل امريكا نفسهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن ايشلون. يعني ايشلون كان بتديره جهات اعلى من الرسميه، ويتبع القياده بتاعته للاي ان اس اللي هي وكاله الامن القومي بس في جزء سري منها كان غير معلن للساسه الامريكان. يعني الساسه الامريكان لم يكونوا يعلموا عنه حاجه، يعني كانوا قاعدين اوفف مش فاهمين، وهو من سنه كذا وله بروتوكول تعامل في بروتوكول تعامل بين الدول المشاركة فيه، لكن حتى ساسة أمريكا اللي هم على المشهد والسيناتورز والكلام ده ما كانوش يعرفوا عنه حاجة إلا لما اتفضح في حرب العراق، فعرفوا أنه هو منظومة مراقبة العالم واختراق العالم، واللي بياخد بقى من كل الـ 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 الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليه سواء الحاجات الأرضية، معلومات الفيسبوك، المواقع الانترنت، مش عارفة ايه كذا، منظومة الجن الفضائي، الأقمار التجسسية، الطائرات التجسسية، كل الكلام ده بيصب في ايشلون. ايشلون ده بقى كل الحاجات دي ها عامل لها منظومه كامله، وفي برضه دخلوا منظومه اللي هو بيقيس بصمه الصوت بتاع الافراد وبيجدولهم على حسب اهميتهم. في منظومه كامله اللي احنا حضرتك سالتني عليها في الاول اللي هي منظومه برمجيه كامله، ودي حاجه يعني رهيبه جدا، يعني ممكن بعد ادي الشرح بتاع للمتخصص بس انا لو شرحته دلوقتي الناس هتفرقع مني، يعني اللي هي منظومه كامله اللي انا اتسالت عليها من شويه اللي بتعمل فرمطه للمعلومات، يعني بتعمل ترجمات وفرمطه للمعلومات
معلومات دينية، معلومات كذا، يعني تعمل عملية معلومات اقتصادية، معلومات بتصنفها كلها وبتصنفها على حسب الأهمية. المهم ان هي مليارات مليارات مليارات. ده طبعا هو جايب ايه تطويره من سنة يعني ابتدى 47. طب هم اللي عمل ده بقى يعني بيشير ليه؟ تفتكري؟ ما هو ده زي ما قلنا كان يعني ده موجود كل ما يخصه، بس كان موجود بطريقة سرية، اتفضح بعد فتح الكونغرس يعني ليه في 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 سنة في حرب العراق، في حرب العراق لما ظهرت تسجيلات كاملة وصور ثلاثية الأبعاد وتسجيل كامل ومش عارفة ايه، وكل النشاطات اللي كانت تخص أفراد معينة، وتم استهدافهم وتم قتل ناس، يعني تم قتل ناس بعينهم. فالموضوع ده لما اتفضح ابتدى بقى الكونغرس جاب بقى كل ما هم عارفين طبعا ان في يعني وسائل تجسس عاليه وبتاع، بس ما كانوش يعرفوا ما هي قدرات الفائقه لإشرون. ف يعني في حاجات لا يمكن اخفائها، وبيتقفل الموضوع اتفتح واتقفل على طول. لا يعني شغال يعني طبعا الناس اللي هتدخل تقرا عن إشرون وتشوف مثلا فيديوز خاصه بإشرون والعلماء اللي اشتغلوا فيه والعلماء اللي انتقدوه، هتشوف كم مهول من حاجات لا يمكن تتخيلها. انا بدي قشور لكن المنظومة دي موجودة من زمان. عشان كده أنا لما قلت لحضرتك مش بدافع عن نفسي، لأن كل ما أقوله عليه إثباتاته وعليه وثائقه. أنا ما بقولش دافع، أنا غير بكلم في موضوع تاني، ما تبقاش تحكي لي. لا يعني أنا مش كده، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن كل ما أقوله أنا لا أقول أي كلام مرسل، يعني أنا ما بتكلمش على حاجة غير عن إثباتاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بحكي لك إن أنا لما بنحكي هذه الحكاوي كده وفي الآخر أنا مش أصل، إحنا قعدنا نحكي حكاية وأنا قاعد ساكت كدوت وبنشرحش إن هنقدر نعمل. طب نعمل إيه؟ إحنا اللي قاعدين هنا على باب الله، إحنا هنا دول عندهم إشرون وعندهم وإحنا هنا عمالين هنا على باب الله، يبقى إحنا خلاص من يعني كده وكأننا نسلم أنفسنا، نروح نقول لهم إحنا أهو نرفع إيدينا. لا يعني أنا عايز أقول ان هذا الكلام للتوعية، عشان في الاول وفي الاخر حتى لو من الاقمار عندهم 500 مليون قمر صناعي وبيلعبوا في دماغات الناس، مش هيقدروا علينا. مش هيقدروا علينا لو احنا فاهمين، ومش هيقدروا علينا. دي النقطة بقى، ان انا ليه الكلام ده للناس؟ ان يا جماعة الدول دي مش هتصرف مليارات ومليارة من الفلوس وهم عندهم ازمة اقتصادية بلا جدوى. يعني الدول دي مش هتستهدف بلادك وتعمل كل هذا التطور الرهيب والتطور ده مش احدث حاجه، يعني احنا معنا ان احنا خلاص بقى كفايه كده، كفايه النهارده كده. ايه مثلا حصل في تطوير قد كده، بس الدول دي مش هتصرف هذه المليارات المليارة وتجند علمائها وتجند كذا بدون جدوى. لازم انت تفهم الدول دي مخترقاك ليه، مخترقه الافراد ليه، ايه الهدف ان هم الاقمار الصناعيه الجديده تبقى مزوده بخرائط كامله للانشطه العصبيه بتاعه الجسم الانسان ونيوروفون اللي هو قادر يتداخل معاك، ايه الهدف؟ اسال نفسك يعني قبل ما تقول. ايوه انا ما ناس انا خلاص انا عرفت وسالت نفسي وعرفت ان هو عنده ده. انا ما اللي عندي قمر صناعي ولا عندي بابور جاز، انا ما عنديش اي حاجه. انا نعمل ايه؟ ده كان السؤال اللي كان لازم اساله. ايوه خدت بالك. اما وان هذه حقيقه وده مولوده، وانا متاكد انها حقيقه من كلامك لان انا يعني عارف ده. طب نعمل ايه؟ فانت بقى بتقول النقطه حاجتين غير بقى المقاومه الفرديه. طبعا المقاومه الفرديه دي حكايه ان احنا يعني مثلا نقرا القران والايمانيات والصلاه، ده امر. هو هيقول لك القران ضد قمر صناعي ازاي؟ لا يعني هقول حاجه بس هقول حاجه، يعني ده امر مسلم بيه. النقطه بقى اللي انا يعني طول الحلقات دي بحاول اقولها، يا جماعه احنا الناس دي حطتنا زرعت في منطقتنا الصراع، ان احنا نفضل في صراع دائم. ما حدش سال نفسه ليه احنا في صراع دائم، بينما هم بقى غول متقدم. بعد ما احنا كنا في الاول احنا في درجه علميه عاليه وكانت في عصور ظلام في اوروبا وامريكا دي ما كانتش موجوده. ما الناس لازم احنا ليه كلنا يعني كل الدول بتتعيب علينا ان احنا لا نقرا التاريخ؟ ما احنا عمالين نعيد الاسرائيليين بيقولوا احنا لا نقرا التاريخ ولا نفقهه. طب ما تفوقوا، دول عربيه عندها استثمارات بتريليونات الدولارات في امريكا وفي الدول الصهيونيه، امريكا الشيطان وكذا وكذا وكذا. الدول العربيه عندها كذا، الدول العربيه عندها اعلى موارد في العالم. وعلى فكره استهداف منطقتنا، واقوله تاني، استهداف منطقتنا ان 30% بس من الموارد هي المكتشفه، وخاصه في مصر. يعني اديتهم بعض النماذج ولقيت ناس جايبين لي كمان نماذج كتير جدا، اديتهم حقائق من دراسات. احنا 30% بس من مواردنا المكتشفه، ماشي؟ وال 30% احنا مش مستغلينهم. يعني احنا عندنا، معلش انا قلت له مثلا جزء زي سينا في اقتصاديات دوله كامله بالموارد يا ستي. ده في انهار، ده في كم نهر تحت سينا. انا قبل بس ما نقفل الموضوع، اساس الكلام يا جماعه احنا مساعدين الاخرين ان احنا نفضل في عمليات صراع دائم لا تقوم لنا قومه. عندنا الخبرات، عندنا العلماء، عندنا الموارد، عندنا الفلوس،
احنا مش ناقصنا اي حاجه، ومع ذلك كل هذه التقنيات لها تقنيات مضاده ولها تقنيات مضاده ممكن تبقى بابسط الاشياء، لكن انا لا نستغل علمائنا، لا نستغل شبابنا، لا نستغل مواردنا ولا فلوسنا. فنحن اللي بندي قوه للشيطان هو احنا، لكن كيد الشيطان كان ضعيف من الابد، كان ضعيف. احنا اللي بنديله القوه دي بضعفنا وبتفتتنا وبتجهلنا وبعدم سعينا للخير الصح اللي بين ايدينا بس. دكتورة الحلقة خلصت، أنا الأستاذ خالد عزمي كان ليه رسالة بيتكلم فيها حنعيشها، يعني يا خالد حطها على الصفحة يا خالد ويا حنجاوب عليها، وأنا بعتذر لك، وريهام والأستاذ ريهام صبري والأستاذ محمد مجدي. الأستاذ محمد مجدي بيقول يعني بقول للأستاذ برين لو سمحت عاوز أعرف اسم صفحة الدكتورة الرسمية، حطيها نظرة على البتاع ده، وبجد ربنا يوفقها، معلومات مهمة جدا، وأنا بإيدها في كل اللي بتقوله ما شاء الله عليها. بجد المفروض تشتغل مع المخابرات المصرية، ويجب على مصر أن لا تتجاهل الناس اللي زي دول. أنا بعتقد أن مصر ما تتجاهلش حد يا محمد، ما تقلقش يعني. ورهاب صبري بتقول أنا متابع الموضوع مهتمة بيه جدا، وحابة أعمل دراسات عنه، وشفت سلسلة قادمون وسلسلة أرمجدون، وحابة أعرف رأي الدكتورة فيهم، لأن في ناس بتقول ان عبد الله هاشم بينشر فكر شيعي وبيقول ضلالات. ايه راي الدكتوره على الصفحه بقى، على الصفحه كل النوبات دي كلها حضراتكم هنجاوب عليها على الصفحه عشان وقتنا خلص. دكتوره احنا هنكمل في هذا الموضوع، هنقدم كل الاثباتات وكل الفيديوهات على الصفحه. طيب احنا لا انا يا ريت الحلقه اللي جايه يا ريت الحلقه اللي جايه ان احنا بنتكلم، احنا نتكلم بقى كيف يمكن، كيف يمكن احنا كمصريين، سيبك من اخواننا يعني لان الحكام العرب ايدك الارض، يعني احنا كمصريين. معلش بس والنبي قبل ما تقفلوا اقول حاجه، أقولي. انا جاتني على الصفحه، يعني انا كنت اتكلمت على موضوع الطاقه الحره وكده، وحطيت بعض النماذج اللي معموله، جاتني كم افكار جميله جدا، وناس مش محتاجين خامات ومش محتاجين تمويل، بس محتاجين يتجمعوا في مجموعه بحيث المشروعات دي تطلع للنور. طيب احنا هنجمعهم تطلع للنور. طيب انت حضرتك اتواصلي معاهم ان احنا هنجمعهم، وممكن نبقى نتفق على مكان، بس ما نقولش مكان فين، يلعبوا في دماغتنا يعملوا لنا بتعمل اللي انت قلت عليه. يعني يا ريت الناس تتحرك بايجابيه، لان في افكار رائعه. احنا 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 نتحرك ونجمع ونشوف، ما حدش هيتحرك دلوقتي، احنا نتحرك ونجمع ونشوف. احنا بس الحلقه اللي جايه كيف نواجه هذه الامور بشرح يعني اوسع وبطريقه افضل، ان احنا نقول ازاي نقدر نواجه ده، حتى لو كان معاهم اقمار الدنيا كلها، انا بعتقد ان احنا نستطيع ان نعمل، لان اي حد لو بيستخدم العلم في ايذاء البشر مؤكد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا، وبرضه هنلاقيه من القران ما نستطيع ان ندافع بيه عن نفسنا. بس ربنا لما قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ان اعلام اتعلموا واشتغلوا، وربط كل الايمان بالعمل الصالح. ماشي، ما هو بس لغايه ما الفتنه الاول بتاعه الخناق اللي بيننا وبعض تروح ان شاء الله. دكتوره مايا بشكرك جدا. انا شكرا لحضراتكم، بشكر حضراتكم، وتصبحوا على خير، ونلتقي يوم الاحد ان شاء الله.